لما تواصلت مع ضيفتي ليال وقلت لها انه شو هالفضيحه يلي عملتيها ليال هالجمعه، بكل عفويه ردت علي وقالت لي بس عن اي فضيحه عم تحكي؟ قد ما في بهالبلد فضايح، يعني ما عم نلحق كل يوم والتاني في شيء انه نحكي عنه. ولكن الفيديو يلي اتنقلوه بشكل كتير كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي واللي انحكى فيه كتير عبر الاعلام لانه كان بشكل مباشر، هو خليني اقول المواجهه يلي صارت ما بين الزميله ليال بوموسى والوزير السابق الياس بوصعب. بنشوف سوا الفيديو. أنا برأيي هو قوة ما لم يقوله، حتى على إذا بتحضر الحلقة فعلا هو إذا بتشوف شو طلع، خليته يحكي ما بده يقول. إذا بتشوف شو طلع عن الوزير، بتحكي بوجه حضرة الوزير، ما فيك تحكي هيك. ما أنا بوجهك عم بحكيك بكل ديمقراطية، بتتهمني وبدك إياني أسكت؟ لا ما رح أسكت بوجه الحق. الحق هو اللي له كلمة. هو تراجع عن كل الأقوال وهو قال أنا ما قلتها، مش أنا. ما مشكلتك معه؟ مش مظبوط. انا مشكلتي مع الحقيقه، مشكلتي مع المصلحه العامه اللي ما بقبل حدا يغيرها. حدث وزير، انا عملت الحلقه مش لحتى هدف معين ابدا، لهدف الحقيقه والمصلحه العامه وكشف الفساد والفاسدين. حضرتك اعتبرت حالك معني، ما قصدي، مش انا قصدي اقول لك انك معني. الوزير لما بيقول ما عمل قدح وذنب بحقك، مش يعني قصده ما وجه لك انه حضرتك عملت ارتكابات. هو كان قصده انه حضرتك ما سبك، هيدا اللي قاله امبارح بالحلقه. انا اليوم هون لحتى اخذ وجهه نظرك واقول لك وجهه نظر الطرف الاخر. ما فيك تقول انا طلبت منك تعملي حلقه لاعطيك ساعتين من الحكي، ما بدك تكرم عينك. وعلى تويتر كتبت اهلا وسهلا بك في الموسم المقبل، هو الجمعه، هيدا نهار الجمعه هون. اساس نحن نتفليكس، يعني انه بالموسم المقبل منتابع الحكي. ماشي الحال، تفضلي. والله اخذت ضجه اكثر من نتفليكس. انا عندي كلام كثير رح بقوله، رح بيكون في كلام بقوله. ما ليه ما بتقوله؟ ما نحن مباشر على الهواء، ليه ما بنقوله؟ رح بيشوف الراي العام حقيقه شو صاير بهذا الموضوع، وانا اللي رح بحكي على الفساد. ليه ما بنقوله؟ ما نحن مباشره على كل التلفزيونات، خلينا نقول كل شيء على الحقيقه. قلنا نحن وين مخططنا، وين عندنا هدف من هيدي الكشف الفساد. هيدي الهوبرات مش هوبرات، مش نحن اللي بنستعملها. بعتذر منك ابدا. في كل شيء في صحفيين، لا انت الوحيده. نحن مباشر لانه انا معنيه، انا عملت الحلقه، عم تتهمني باخذها لمحل اخر. حاسه حالك غلط؟ بعتقد لا، لو اللي لازم يحس حاله غلط هو حضرتك، ما تواخذني. انا بدي اتشكركم. الفاسد اللي بحس حاله غلط، مش انا اللي مباشر. صباح الخير ليال بوموسى. صباح الخير لكل المشاهدين. اهلا وسهلا فيكي، اول مره بالبرنامج الصباحي باستوديو. عاده بتطلعي معي كنت تتخبري شو حلقه يسقط حكم الفاسد وشو هي الملفات يلي رح تتناولوها. قلتي لي عن اي فضيحه عم تحكي؟ قلتي لي بدي احكيكي عن الفضيحه. انا بالنسبه لي يعني الفضيحه يعني عكترتهم اسم الله للاسف، يعني بهيدا البلد ما بتعرفي عن اي فضيحه عم تحكي، خصوصا هيدي ما سميت بالمواجهه بيني وبين الوزير الياس بوصعب. هي منا فضيحه، هي ابسط شيء بينعمل بمحل لما يكون حدا مصر انه يفرجي الحقيقه على عكس ما هي بوجه الشخص يلي هو كانت الحقيقه على المنبر يلي كان هو عم يحكي فيه. يعني انا بمنبر يسكت حكم الفاسد حكي الوزير طارق المجذوب يلي عم بيشوفه بوزاره التربيه. مزبوط. اذا عم بيحكي الوزير المجذوب الحقيقه او ليس او مش عم بيحكي الحقيقه، نحن حكينا مستندات، نحن اطلعنا مع الوزير المجذوب لمده اكثر من اسبوعين على هذه المستندات وقررنا نسجل الحلقه لانه كان في ظروف مرفق بيروت وكنا عم نعمل مباشر حلقات يسكت حكم الفاسد وكان في امكانيه تتسجل حكومه. فانا كان بدي يكون هيدا الملف بوقت يلي الوزير لازال وزير تربيه لانه هو مستعد يحكي بكل هذه المستندات. وفي مستندات نحن قلنا له للوزير المجذوب حضره الوزير بدنا نواجهك فيها، بدنا نقول لك ليك شو في فساد. قال لي انا مستعد لانه انا قدمت اساسا اخبارات الى النيابه العامه التمييزيه والنيابه العامه الماليه والتفتيش المركزي وديوان المحاسبه، ومستعد ليال اطلع على الهواء بيسكت حكم الفاسد واحكي كل الامور. قلت له أكيد مستعد لأنه حضرتك دايما بمحلات عم بتجرب أنك ما تكون عم تحكي كل شيء لأنه يمكن بدك ما كلهم يزعلوا منك، يمكن بدك يعني بفهم أنا السياسي أيام عنده حسابات. فاجأني الوزير المجذوب في الحلقة بكل هيدي الأمور وحتى لأنه يحكي كثير معلومات. مزبوط، وعطى أسماء وحكي معلومات وحكي أرقام وحكي عن معيشات موظفين جدا عالية كمان عم تنعطى لأشخاص بيشتغلوا بوزارة التربية. اليوم يعني وين اللوم على برنامج يسقط حكم الفاسد؟ بالآخر هو كان الوزير بوصعب عم بيقول أنه وكأنه الحوار تحور، يعني وكأنه أنتوا لعبتوا دور أنكم تاخذوا الحوار محل ما أنتوا بدكم. ما إذا المستندات والوثائق موجودة، كيف الحوار بده يتحور وكيف الحوار قادر أنه يغير بالحقائق؟ ماريات بس ما بعرف كيف بدها تنفهم وما بتفرق معي كيف بدها تنفهم، بس بدي أقول لهم لكل السياسيين بلبنان كونوا أكيدين. صحيح في صحفيات وصحفيين بيقبضوا، أنا بقول لكم صحيح ومعكم حق،
بس ولكن في صحفيين مثلي وصحفيات مثلي كتار ما بيقبضوا ولا بينرشوا ولا بينشروا ولا ممكن ملايين الدنيا كلها ومصريات الدنيا كلها تخليهم يزيحوا لحظة أو هيك مسافة صغيرة عن الحقيقة وعن قناعاتهم وعن محاربة الفساد. بتقولوا عنا هبل مش مشكل، شايفين الدنيا عايشين بغير كوكب مش مشكل، بس نحن لما اللي بده يكون عنده لسان حق ولسان حقيقه ولسان انه بوجهه تقولي له فاسد بيكون صح. ولهيك لا، لانه هن بيعتبروا بمحل انه ليال وينك عايشه، انه وكثير بيقولوا حتى لرياض بيقولوا كثير وبنسمعها كثير، لهادي الامين زميلنا لادم شمس عم بحكي بالوحده الاستقصائيه، لكل يعني بتسمعيها كثير للاشخاص اللي عن جد وكثار كل الزملاء اللي عم بحكي بقناه الجديد وغيرها من القنوات، في كثير اشخاص عن جد ما ممكن ينشروا وينباعوا وما ممكن يبيعوا كلمه الحق بولا بفلوس الدنيا كلها، لانه مش هيدا الفرقانه معنا. نحن عن جد بعدنا مؤمنين، ما بعرف ليه بس بعدنا مؤمنين ورح نبقى مؤمنين بأنه قادرين نبني هيدا البلد بكشف الحقيقة ومحاسبة الفاسدين بس يعني أقلوا على الإعلام مريال. بس اليوم ما هي بدي أقول لك، يعني اليوم على الإعلام عم بيكون في شغل كتير حلو، عم تطلع الأسامي، يعني عادة ما كنا نسمع بأسامي، عم نسمع بالأسامي ولكن بتوصل. يعني امبارح الوزير بوسعب قال إيه بس شو بدي باللي بيطلع على الإعلام، تعي شوفي شو في بالقضاء، وكأنه اللي انحكى بالإعلام محل قضاء، إنه طلع الوزير طارق المجذوب لغى كل شيء وما تهجم عليه للوزير الاسبوع صعب، هيدا اللي فهمنا، يعني هيدا اللي انا فهمته من الانترفيو. مريات انا مني ابدا اي مني طرف، انا في الوزير المجذوب عم بيحكي مستندات ووقائع بحلقه يسكت حكم الفاسد، جاب اسمه للوزير بوصعب مره واحده حين قال انه هو من يحمي رئيسه مركز البحوث والانماء لانه قاله ندى عويجان، وقال له انه ندى عويجان خط احمر، هيدا اللي ذكروا فيها بالاسم للوزير الياس بوصعب. الياس بوصعب راح وقدم قدح وذم بالمحكمه ضد طارق الوزير طارق المجذوب، بالوقت اللي فيه محامين قدموا اخبارات ضد الياس بوصعب ووزراء تربية سابقين وندى عويجان ورئيس الجامعة أيضا بسبب الملفات اللي أثيرت بالحلقة. راح طارق المجذوب إلى القضاء، استمع له القضاء طارق المجذوب. أنا اطلعت على المحضر ولهيك كنت أنا مستفزة بمحل من أنه كيف قادر الوزير الياس بوصعب يغير الحقيقة. لا. هلا بس هو سألك أنه أنت اطلعت. أنا اطلعت وأنا حطيتها بالتقرير المسائي ماريات، وأنا اليوم براس قد حكم الفاسد بالحلقة المسائية مع الزميل رياض بيسي كمان رح يكون في عرض لهذا المحضر، ورح نشوف إذا نحن قلنا كلمة غلط أو أنا قلت كلمة بريت الطريق. أبدا، بس صدقيني لما تشوفي تغيير للحقائق اسمحي لي فيها بهذه الوقاحة، ما فيك تسكتي إذا أنت الحقيقة بتعني لك، ما بتقدري تسكتي وملف أنت بتابعتيه، وما بتقدري تسكتي لما شخص وزير تربية عم بيحكي بوجهي أنا، وأنا اللي عملت الحلقة وعم بيجرب يقولهم للناس مباشرة على الهوى أنه أولته للوزير. لا حضرة الوزير ما حزرت أبدا، أنت برجع بقلك علاقت مع حدا ما بينشرى وما بينباع، علاقت مع حدا ما بيخاف من شيء إلا من ربه وإلا من أنه يكذب الحقيقة. طب هو داعي لمناظرة، شو اللي صار؟ يعني وصلت الدعوة لإلك؟ يعني عرفت مناظرة على تويتر مزبوط وعمل لي تاك فيها، وداعي مش داعين، الداعي هو وزير التربية طارق المجذوب إلى مناظرة لبي يسكت حكم الفاسد. بس تكون ببرنامج لأنه بلشت الحقيقة بالبرنامج. صح، هو ذكر اسمه وقال أنه أنا بطلب كمان من الليال بموسى أنه هي تكون بالحلقة. أنا ما عندي أي، أنا اتصل في الوزير الياس بوصعب قلت له ما عندي أي إشكالية بهذه المناظرة، قلت له انطر الوزير طارق المجذوب إذا كان يريد هذه المناظرة أم لا، هو بيجاوبك. أنت منك حتى عامل له تاج، أنت كاتب هيدي التويت، هو بيرد عليك إذا كان بده هذه المناظرة أم لا. بس أنا أتحدى ولا لحظة حدا من تلفزيون جديد بلغ الوزير الياس بوصعب أنه طارق المجذوب لا يريد هذه المناظرة أبدا. هو حكي عن سيدة مريم بسام قال أنه، ولهيك أنا قلت له التغريدة ما حيت أي تغريدة لما كان كتب التويت بيقول له رياض بيسي زميلنا بيقول له ليال بوموسى بلغتك أنه أهلا وسهلا بك في الموسم المقبل. شو هو الموسم المقبل؟ أنت بتعرف نحن منوقف شهر، يعني إيه وكان باقي من الشهر أسبوعين فقط، وفي برمجة ما فينا نحن وما وقف. عادة يسقط حكم الفاسد يمكن أوقات بياخد بريك أكثر، ولكن نظرا للأحداث المتسارعة وانفجار المرفأ ما كان البريك طويل مثل ما
قلتي اسبوعين او ثلاثه بالكثير وانتم بلشتوا نحن هيدا الجمعه أصلاً. هي الحلقه يلي بيسكت حكم الفاسد ورح نفتح فيها يعني اليوم ملف وزاره التربيه ايضا متابعه بملفات مركز البحوث متابعه بملفات كشف الفساد كلها بالمستندات والوثائق بكل دقه ورح نرجع نحط المحضر يلي كان حكي فيه طارق المجذوب ومش مزبوط ابدا انه هو قال انا بسحب كل شيء قلته ابدا وهيدا الشيء دائما الوثائق هي من تكذب الوثائق هي صوت اعلى من طيب فيما شيء. لو الوزير طارق المجذوب جيب سيرته للوزير سابق الياس بصعب مره واحده مثل ما عم بتقولي بالحلقه وذكروا بالاسم فيما يتعلق بين دعوجين ليش حس الوزير بصعب حاله هالقد هو يعني كأنه هو يعني حط حاله أنه هو بالواجهة أنه كأنه الحديث مباشرة هو تعرض له مرة بالإسلام هذا المثل بتقوله ستة وستيك اللي فيه شو هو دخلك اللي فيه مسلة تحت باطه بتنعره أنت قلتي أنا ما كان قصدي هالمثل عفك قصدك غير مثل يعني أنا ما بعرف عن جد يعني لما بيحكي وزير عن كل الفساد بالوزارات وقال بكل عهود الوزراء السابقين ولما حكي عن الموظفين يلي هن ملحقين بمكتب الوزير ما سمى الوزير الياس بصعب مع انه الوزير قال كل الوزراء السابقين الوزير الياس بصعب كما الوزير اكرم شهيب كما الوزير مروان حمادي كما ايضا الوزير حسان دياب كان عندهم ملحقين بمكتبهم ولا زالوا عم يتقاضوا رواتبهم من دون الحضور لا الى وظائفهم ولا الى مكتب الوزير حتى اليوم للي عرف فيه الوزير طارق المجذوب بذلك ورجع قال لهم انا كنت عم حول لهم مصاري بدي ارجع شيل هيدي القرارات كلها على كل حال هذا الشيء ما بيفاجئ لانه باغلب الوزارات وباغلب الادارات الدوليه في كثير ناس تقبض وما بتجي على وظائفها وما صحيح يعني فهيدا بفتكر انه شغله كثير طبيعيه وكثير عاديه قصدي هيدا عم بعطي اكزامبل صغير عن بس انا عم بقول هيدا ما بيستفز حدا يعني لانه ثلاث ارباع الوزارات والادارات مع الاسف بالدوله هيك ماشي اليوم ليال لما بيوصل يعني لما بتحطوا الاصبع على الجرح وبتلاقي انه القضاء ما بدي اقول ما عم يشتغل يعطيهم الف الف عافيه ولكن القضاء ما عم بيعطي النتيجه يلي انتم بتتمنوها او الاسامي يلي انتم فعلا طارحينها واكيدين من 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 المشاكل المحاطه حولها خذي مرفق بيروت مريات كان بدي اقول لك شو صار مرفق بيروت يعني عم تتخيلي ما اصطلح على تسميتهم بالكبار وبكبار المسؤولين وبالوزراء المعنيين وبتوقيع الوزير والوزير المشرف اللي بيعمل جولات وسولات داخل مرفق بيروت وبيقلنا انه شاف بعينه كل شيء كلهم سوا كل وزراء الاشغال اللي راحوا طلعوا ونزلوا بقلب مرفق بيروت وحطوا كل الوقايه والسلام العامه ونزلوا بالبحر وطلعوا من البر وخبرونا انه هن بيعرفوا كل شيء بمرفق بيروت وشكروا اداره المرفق على تعاونها اليومي بكل الامور يلي بمرفق بيروت كلها مسجله الارشيف بيفضح اذا ذكرت الناس صغيرة الأرشيف ذاكرته كتير كبيرة ونحن كل يوم منراجع هذا الأرشيف لحتى ما ننسى شو أنتوا عاملين ومنعرف كتير منيح أنه كلكم مسؤولين عن ما جرى بمرفق بيروت إضافة إلى الزيارات حكينا عن التواقيع حكينا عن المراسلات اللي بعتينا بخصوص ملف الأمونيوم وزراء الأشغال وين رحتوا؟ كيف قدرتوا تهدروا دم الناس بهذه الوقاحة وآخر شيء بتكون تروحوا تحطوها أهمال وبتقولي لي القضاء عم بيشتغل؟ لا القضاء عم بيشتغل بقسم كتير صغير منه صح بس القضاء صح. للأسف عم بيشتغل يعني لمصلحة هؤلاء الكبار هؤلاء الكبار ماريات من دود أنا القاضي فادي سوان بوجه له كل التحيات بس لحديت هلأ بعدين ما يلوموا الإعلام إذا باعوا دم الناس كلهم سوا وبالقضاء راحوا عملوها جنحة إهمال وحطوا الصغار الكبش المحرقة بالحبس سنتين ثلاثة أربع سنين وإخر شيء قالوا لهم لهوليك الكبار مرسي رقونا عملنا اللي بدكن يا عن جد مؤسف نشوف وزراء أشغال ووزراء مالية وكلهم عم بيندعوا للتحقيق خمس دقايق ما تواخذونا بدنا نشربيكم قهوة نسمع كلمتين منكم وتفلوا لا هولي مش شهود هول مدعى عليهم سنوات سبع سنوات هني تعاقبوا على هذه الوزارة ماريات وما عملوا شيء تخيلي يعني أنا ما فيني أتخيل اللي عن جد خسران حدا من عائلته شو عم بحس عن جد أنا واللي تسبب بهالمأساة بعده حر طليق عم بيتنعم بالحياة ما بعرف حتى إذا ضميره عم بعذبه إن كان تسبب فيه عن قصد أو عن غير قصد طبعاً. أو عن إهمال أو عن كل هول ولكن الإهمال يطلعوا ولكن اجتهادات ولكن النتيجة وحدة يطلعوا اجتهادات إذا القانون قايل لهم الإهمال جنحة يطلعوا اجتهادات يدبروا راسهم ولكن دم الناس ممنوع يروح شو عم بيبرموا هلأ لحتى يقولوا قضاء وقدر غير مقصود قتل غير مقصود شو قتل غير مقصود إذا أنا مسؤول
عن هذا المحل يلي هو سببت فيه بإني أترك 7 سنين مواد متفجرة ما حذرت الناس. الله عطينا فرصة 3 ساعة بين أول حريق وتاني وما حريق وما قالوا لحدا، ما خبروا، ما قالوا، بعتوا فريق الإطفاء حتى يعني مش يعني هيدا جريمة، هي ممكن تعتبر يعني جريمة عن قصد ولا عن غير قصد؟ لا هيدا أكيد عن قصد، أكيد عن قصد على الأقل بمقص، يعني على الأقل شباب الإطفاء يلي راحوا بدون يعني هيدا مش إهمال، هيدا 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 جنون. يعني عم تتخيل الأهل يلي عم تعيش المأساة كل يوم براسة أنه كان في ابني ما يكون هوني، كان في ابني يخلص، كان في ما يروح على هيدا المطرح يلي موجودة فيه مواد متفجرة. ما بعرف وما بعرف بعد ليال إذا في مواد متفجرة غير محل أو أنه بعد نطرنا شي مفاجأة بهيدا البلد غير مطرح. المضحك أنه مضحك المبكي أنه صايرين تنعرف إذا بده يصير عنا شي بالبلد مننطر ميشيل حايك ومننطر ليلى عبد اللطيف ومننطر ما بعرف مين بوقت يلي يعني يلي هلا مثلا ميشيل حايك قال بده يصير في انفجار تاني. بلشت انه عم نشوف وين بده يصير هيدا البلد يلي هو القنبلة الموقوتة الأساسية فيه هي الطائفية وهي الفساد. يا بتنفجر فيك اقتصاديا، يا بتنفجر فيك اجتماعيا، يا بتنفجر فيك حياتيا وبتروحنا كلنا سوا. هيدا الفساد هو مجرم، هيدا مجرم، ما هن الفاسدين مجرمين بكل شيء. اللي جوع الناس مش مثل اللي قتلهم ماريات، نفس الشيء نفس الشيء. جريمة واحدة بس انه تختلف النتيجة، خليني اقول يعني الناس رح تموت من الجوع، ناس ماتت بالانفجار، بالاخر النتيجة واحدة. نحن اللي عم ندفع ثمن بهيدا البلد، ثمن فسادهم، ثمن اهمالهم، ثمن عدم حتى تفكيرهم بهيدا الشعب، مع انه الشعب يلي بيعمل وطن غريب يمكن نحن يئسنا او انه تعبنا او ما بعرف. بس بتوصلي اوقات ليال بتقولي وبعدين يعني جحيم، نحن هلا بالجحيم، الله يستر بعدين شو ناطرنا ما بعرف. مريت أن سمعتكم كثير عم تحكوا عن الانتفاضه قبل وعن الثوره وعن كل الامور يلي صارت بالسنه الاخيره، بغض النظر شو بدك تسميها، ثوره، انتفاضه، روح ثائره، ثوره مثل ما سموها اللي بدك اياه سميها، ولكن ما فينا نلوم الناس اليوم يلي كانوا عم بيفكروا كيف بدهم يبنوا دولة مدنية بمحل زواج مدني، حقوقهم اللي هن بعضهم مش اخدينها، الأحوال الشخصية المدنية، فجأة لقيوا حالهم ولا عم بياكلوا ولا عم بيشربوا صح، ولا عندهم أبسط حقوقهم رغم أنه ما كانوا حاصلين عليها قبل 17 تشرين، بس صارت أسوأ، الوضع كمان أسوأ، مش لأنه 17 تشرين، لأنه خلصت السرقات يلي إلها سنوات هذه المافيا عم تعملها، وصلت ما لقيوا شي. هلأ فيك تلوم الشعب اللبناني اللي هالقد الأولويات وبلش يفكر فيها أنه ما قادر ينزل على الشارع، مش رح يقدر، ما بلومه، ولكن هذه الثورة ما عم بتموت، خفت، أو قلت لك اللي بدك اياه سميها، هذه الروح يلي بكل مواطن لبناني مين ما كان يكون عنده هذه الروح السائرة، يلي لو كان تابع بمحل رح يرجع يوعى ويعرف انه يلي هو تابع لإله هو فاسد وطائفي مثله مثل كل المجرمين بهذا البلد، لانه كلهم سوا يحن امبارح اتفقوا علينا صح، ولما بيختلفوا بيرجعوا بيختلفوا علينا. ما هين عم قول احنا الشعب اللبناني هو يلي بيدفع الثمن. ليال ابو موسى شكرا كثير انك انت بو موسى ايه قلت ابو موسى ما بتحب لا بلا الالف خلص شلناها. ليال ابو موسى شكرا كثير لك ولوجودك معنا. ندعيك لليوم للجمعه، يعني هلا الحلقه تسقط فوق حكم الفاسد بالمطبخ، عم نحضر الاجنده تبع تلفزيون جديد. اوكي بتعرفي احنا عندنا اجنده، يعني بدنا نحضر لها نشوف شو عندنا مصالح بالدوله اللبنانيه من مناقصات وغيره. مع انه حسب خبرتي بتلفزيون جديد لا احد يتدخل باحد، وسقف الحريه جدا عالي، وبالتالي طبعا اللي عم تعملوه شغل ومجهود ترفع له القبعه. يعطيكم الف عافيه، خليكم مستمرين بهالروح السائره يلي كلكم بتملكوها. شكرا لك.